أريد أن أذهب الآن إلى دكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، نتحدث عن أن هناك رد بات محتمل أن يتم طبخه فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران. في حال قامت إيران إسرائيل بهذا الرد، سواء كان كبيرا أو ردا بسيطا، ما الموقف الإيراني هاهنا؟ هل تكتفي بمبدأ الضربة مقابل الضربة، أم أن هناك تصعيد من قبل إيران، وخصوصا إذا نفذت إسرائيل استهداف واغتيال لقيادات في الداخل الإيراني كما ذكر دكتور أيمن؟ عزيزي، العلاقة يعني شائكة بينهم، يعني الاغتيالات ليست جديدة. إذا اغتال الإسرائيلي فهناك يعني اغتيالات بالسابق. أنا أكيد عندي انطباع انه هناك لن يكون هناك حرب مفتوحه بين الايران والاسرائيل. انا اعتقد يعني بطبيعه الدوله الاسرائيليه وطبيعه الدوله الايرانيه ترى انه يجب ان يدخلوا في حرب. كلام يعني عبر السنوات عداوه، ولكن في نهايه المطاف يعني كان الضربة الإيرانية كانت رسالة سياسية أكثر من أي شيء آخر. لو الإيران يريد أن يضرب يوجع إسرائيل يستطيع ذلك، وإذا الإيراني يريد أن يضرب، وإذا الإسرائيلي يريد أن يضرب إيران ويوجع يستطيع ذلك، ولكن لا يريد ذلك. أنا أعتقد هذه الدولتين يعني لا ما بعتقد يعني بحاجة أو يروا حاجة للدخول في معركة بينهم، ولكن عندهم تعتقد أن هناك سقف للاشتباك بينهما رغم كل هذا التصعيد، ما زالا يحتفظان بضرورة أن لا يتخطى أي طرف منهما هذا السقف؟ يا عزيز، بذكرني بالمثل التعبير اللبناني فلتوني عليه، انه يعني بده يهجم، يعني انه هولد مي باك، يعني لكن لا يريدون. يعني منذ سنوات، منذ عقود، يعني حتى الايراني يقول على الامريكي يريد الحرب الامريكيه، وعندما جاء الامريكي يحتل العراق تعامل هو مع العراق، وحتى الايراني قال لولا انا ما احتل العراق وافغانستان. نعم دكتور احسان، نظام براغماتي بامتياز، يعني لا يريد القضاء على نفسه، هو يريد البقاء. نعم. ويعرف انه هن قوه عظمى اسمها امريكا، وانه المنطقه فيها قوه اقليميه هي اسرائيل.